كتركز بشكل كبير على الادوات، تسترتقوا على الله بهادشي ديال الادوات الالكترونيه ومن هاد اكسسوارات الهاتف النقال. ايه اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ورمضان كريم على جميع المسلمين اجمعين، والحمد لله على كل حال. حنا قبل الحجر الصحي كنا شويه كي تنقولوا تندرقوا داك الشميشه بالغربال. قبل الحجر الصحي كنا شويه تناكلوا شويه وتن هذا، اما ملي جا الحجر ولكن جا داك كوفيد 19، اللهم لك الحمد، هذا كي تنقولوا كارثه صابت العالم كامل باجمع. ورغم ذلك بقينا مكافحين، لولا تدخل بعض الناس وبعض الاصدقاء كانوا تيتصلوا بنا وكانوا يواسيونا في هذا، لان مزوج وكاري وعندي وليدات. راه الابن ديالي الاكبر عنده 17 سنه دابا، والصغير عنده 8 سنين، يعني ما خصني ضروري نوفر لهم داك القوت اليومي ديالهم. يعني قبل كنت انت تقني في واحده من اكبر الجرائد في المغرب. اييه كتشتغل في التصفيف والاخراج. التصفيف والاخراج في البوكلاج كي تنتسماو. وشنو اللي خلاك تبدل الميدان؟ يا اخي ما خفي كان اعظم، ما خفي كان اعظم، لان لجينا نتعمقوا في واحد الحوايج. نا غنقراو صلاة الجنازة على الصحافة في المغرب، أول حاجة غنقراو عليها صلاة الجنازة. واش أزمة؟ هي بالنسبة ماشي أزمة، وإنما راه كاين كي تنقولوا شي ظروف اللي خلات الإنسان يلتجأ لواحد الميدان آخر. سمعتيني، خلات إنسان يلتجأ لميدان آخر، و ما حيت لجينا نحقوا في هذا الشيء عندي شي أمور تتبقى شخصية، ما يمكنش أنا غادي ندخل فيها كاع الناس وهذا. بالنسبه للبيع بالتجوال كي تنقولوا، ولا كبائع. لا 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 لا، ما عمر ندامة تكون شي حاجه، لان كل ما بدلتي وحاولتي كي تقول تبحث في واحد الميدان اخر، وغدا نحيد انا هذا الميدان ونشوف ميدان اخر، راه تاخذ واحد الافكار، تاخذ بزاف ديال الحوايج. انا ماشي ندم، وانما هذا شرف كبير انني انا نكون بيع وشرايت انا بزاف ديال الحوايج، فهمتيني؟ هذا هو اللي كاين. في الظرفيه، شوف حنا الا جينا نهضروا الاقتصاد العالمي كله طايح. حنا راه تنبقاو غير في داك لاكوتيزاسيون، شي تيتعاون مع شي وشي تيساعد شي، لان هادو تيتسموا غير من الكماليات ماشي من الضروريات. هاد الشيء هذا راه غير من الكماليات ماشي ضروريات. غير هو الانسان كي تنقولوا حنا باقي في قلوبنا الرحمه، نقدر انا نكون دايز نشوف واحد محتاج، راه نقدر نفرق انا ويا داكشي اللي في جيبي. وهذا راه ماشي زعما تنتباهى بها قدام الناس، وانما راه الله اللي عالم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. واش فهمتيني؟ هذه خصال الحمد لله عندنا، واش فهمتيني؟ ولكن اللهم لك الحمد على قدنا، وما خصناش وعندنا وما عندناش، وهي غدا وقافله تسير كي تنقولوا حنا. هذا هو المهم، حتى شي كرش خصوصا في المغرب ما تتموت بالجوع. غير شنو ناقصكم الامور اللي ربما تحسن الوضعيه ديالكم؟ الامور اللي هي، شوف باش نكونوا واضحين، راه ماشي غير انا اللي غادي نهضر انني انا بوحدي مضرور ولا الاخر. راه الا جيتي تشوف راه كاينه 90% كلشي مضرور. حنا راه ماشي في واحد الحاله اللي هي عاديه، راه حاله خاصه. ملي تيكون واحد كي تنقولوا واحد الجائحه، ملي تتكون جائحه راه خص الانسان كي تنقولوا تتجي داك الموجه ديال البحر تعطيها بالدار، راه خصك هذا. غير هو الغلط اللي غلطت الحكومه ودارت قرار تجاري ان منعت التراويح ومنعت داك التجمع مورا الفطر، مورا الصيام، يعني من مور صلاه العشاء. لا، واش بغيت نعرف بالله عليكم، واش هاد الكوفيد هذا تيخرج غير مع الثمانية، ولا عنده رونديفوات، ولا واش فهمتيني؟ ما راه هادشي هذا ما فهمناش. هادشي راه تيضر كلشي ماشي غير حنايا، ولكن غير تنبقاو شتي. الا جينا نرجعو
غنعرفوا انهم هما غادي يعرفوا عاوتاني احسن منا. هما راه غيكونوا شنو تقول الحكومه خاصها العثمانيه اللي يحاول يشرح ويعطي مبررات يحاول. شوف انا تنقول للرئيس الحكومه وتنتحملها شخصيا، تنقول لها الرئيس الحكومه حاول السيد الرئيس، راك استاذ وراك طبيب نفساني وراه تتعرف بعلم النفس، حاول بما انك بما امكن تخرج واحد البلاغ اوموان، بلاغ تخرج به الجريدة الرسمية ولا تخرجوا في مواقع الكترونية ولا تدير مؤتمر ولا ندوة صحفية وتوضح للمواطن، توضح ليه راه كاينين الله لا قدر الله، راه خصك توضح للمواطن، توضح له السبب وعلاش، ماشي غير تسدو وندخلوا نعسو، لا خصنا سبب. لهذا تنوجه لك نداء السيد رئيس الحكومة، حنا ما نبقاوش نلتجؤوا لسيدنا لان سيدنا الاعباء ديالو كثيره وثقيله، وغير هاد الالتزامات اللي خدا في هاد الجائحة راه انا وما غنقدش، انا راه بالنسبة لي تنقول عندي جوج ولاد ولا يالله فما بالك بانسان انه مالك وغادي يهز دولة على قدها وبالتزامات مع دول اوروبية ودول عربية وبزاف. انا اللي تنقول لك السي العثماني راه حنا صوتنا عليكم، الا لا الحكومة حنا صوتنا عليكم، حاولوا بما امكن تحيدوا ولو 5% وتخرجوا بها لعند المواطن وديروا مؤتمر صحفي وتحاوروه، راه الحوار الحوار ثم الحوار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.